قد قمت بتربية اللحية معكم، فلنبدأ. أوكي، شرحنا في الفيديو السابق الميجر والماينر سكيلز. قلنا بأن الماينر تعطي ألحان كئيبة حزينة جادة، لهذا تستعمل في الـ EDM، يعني أغاني يعني كتراب مثلا والإلكترو هاوس إلى آخره والبيج روم. وقلنا أن يعني الميجر سكيلز تعطي ألحان سعيدة، لهذا تستعمل في البوب ميوزك كثيرا، والار ام بي يعني هو الاشكال يعني السعيده من الموسيقى. ولكن ايضا يعني الاي دي ام يستعمل كومبينيشن ما بين الماينر والميجر سكيلز، يعني يمكنك ان ترى يعني البريك داون في الميجر ويعني الدروب في الماينر. لماذا يعملون الدروب في الماينر؟ لكي تكون قوية يعني وصاخبة، more serious. أوكي، في هذا الفيديو سوف أعمل يعني تطبيق عن كيف يتعمل لحن في الميجر، وسوف نقوم بعمل له ترانسبوز في الماينر، ونرى الإحساس، الفرق بين الأحاسيس في الميجر والماينر. أوكي، قبل أن أبدأ، هناك من سوف يرى إبلوتون ويقول أنا ليس لي علاقة بهذا الفيديو، سوف لن ينفعني، أنا لا أعمل شروحات على في إبلوتون أو أشرح إبلوتون. فأنا أشرح يعني مبادئ في الموسيقى وليس البرنامج. إذا ما رأيت إبلوتون يعني وقلت أنك لن تستفيد فأنت غبي، ولا أريد أن تشارك في قناتي. أوكي، هذه رسالة لمن يهمهم الأمر، لأن هناك يعني تصلني رسائل كثيرة حول لماذا لا تعمل في لماذا لا تعمل نفس الفيديو في FL. أوكي، لن أجيبك على أين. فلنبدأ بعمل يعني اللحن. هناك عدة طرق لعمل اللحن. الطريقة الاحترافية يعني والتي يستعملها الفنانون الكبار هي الهامين، يعني كانت تستعمل كثيرا في غابر الزمان يعني، ولكن مع تطور الدي دبليوز الآن برامج الموسيقى يعني هناك بعض الإفكتات يعني تعمل سكيل وتضغط على ميدي كنترول يعني عشوائيا، تأتي بي يعني لحن جميل بدون يعني هامين، بدون انسبيريشن، بدون إلهام. أوكي، قلت الهامين. ما هو الهامين؟ الهامين هو هذا هو الهامين يعني بكل بساطة. سوف يعني أعمل الهامين في عقلي. يجب على اللحن أن يكون يعني بسيط جدا، فأغلب الألحان الناجحة والأغاني الناجحة يكون لحنها بسيط، لأن المستمع لن يقوم بحفظ ألحان لا يمكن تذكر أغنيتك بتاتا، والأغنية الناجحة هي التي يتم تذكرها من طرف المستمع. أوكي، سوف أقوم بعمل لحن بسيط مثلا. أوكي، قمت بإعادته كم مرة لكي أتذكر يعني ببساطة. الآن سوف أعمل إكسبيرينسين بالميدي كنترولر الذي هو أمامي الآن. سوف أقوم بعمل ذلك الهامين الذي قمت به، ذلك اللحن. سوف أضع يعني نوتات وأعمل ذلك اللحن كميدي إنفورميشن يعني كنوتات ميدي. أوكي، عملت هنا يعني ماسيف في الماسيف، عفوا في الماسيف، عملت هنا بريسيت يعني على هذا الشكل كما لاحظتم، عملت فقط بريسيت من الليبراري الخاص بي،
وسوف أعمل يعني ذلك اللحن، أعمل له يعني سوف أقوم بتسجيله. قبل ذلك سوف أعمل البيت كيفما كان، لكي يساعدني أبقى في يعني في on beach، لن أخرج عن البيت. كي أعمل أي شيء، أي أعمل درامز. اوكي او هذه لا اريد لوب لوب. كيف نستعمل هذه؟ اوكي سأعمل اكسبيرينسين لأعرف النوتات قبل يعني تسجيلها بالبيت. قلنا لا 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 لا. سوف أبدأ يعني بالكي روت، والذي قلنا هو السي، يعني سأعمل اللحن في السي ميجر. اوكي سي ميجر. أين أنت يا VMPK؟ لكي تروا النوتات التي أضغط عليها. أوكي أنزل للأسفل. فلنعمل الميلودي. لا أبقى فوق. لا 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 اوكي كما رأيتم سوف أعملها مع البيت لكي أحفظها. لا هذا سريع، أعمله في 120. اوكي جيد. كما لاحظتم سوف أقوم بتسجيلها الآن. كما لاحظتم قمت بتسجيلها. سوف أعمل لها quantize command A command U. اوكي هناك بعض النوتات خارج، يعني سوف اقوم بترميمها يعني يدويا كما لاحظتم. هذه عفوا هذه النوتة هنا. اوكي كما لاحظتم الان يعني فقط بسيطة، تحتاج وقت يعني للتغيير، لأن أيضا هذا البيتش يعني ليس جيد. فلنقوم بمثلا رفعها لل 140 كتراب. فلنقوم بعمل ترامبس آخرين في التراب، تراب سامبلز.
اي يعني اريد فقط لوب drop samples. اوكي فلتأتي انت اوكي ليست جيدة. لماذا؟ لان في الميجر والدرام لوب التي عملتها في التراب، والتراب يكون سيريس، ولهذا سوف اعمل ترانسبوز لذلك يعني تلك اللحن ذلك اللحن في الماينر، وسوف يعني سوف يكون احسن. كيف نقوم بعمل ترانسبوز من سي ميجر للسي ماينر؟ قلنا سي ميجر للاي ماينر عفوا سي ميجر، فالروت كي هي سي كما لاحظتم، دائما تعود الميلودي للكي روت يعني نوتة الانطلاق. سوف نعمل سيلكت لجميع النوتات ونضعها في الاي. اوكي هو الان هناك بعض النوتات الخاطئة كما لاحظتم فيها الشارب، في الاي ماينر لا يوجد شاربس، لهذا سوف يعني ننزل النوتات بدرجة للنوتات البيضاء، وهذه الاف شارب ايضا سوف نضعها في الاف. اوكي الان اصبح لدينا اي ماينر، اوكي اي ماينر ميلودي، فلنسمع مع البيت. كما لاحظتم فاللحن هنا يعني كئيب يعني وغامض ويعني وقوي على الميجر، يعني الميجر لا يتناسب مع الدرام لوب التي وضعتها، لأنها في نوع الموسيقي التراب. إذا ما أردت يعني عمل يعني تراب يكون سعيد فهو يعني الفيوتشر بيس، يعني إذا ما أردت عمل تراب سعيد في الفيوتشر بيس، الفيوتشر بيس دائما يعمل في الميجر سكيلز وليس الماينر سكيلز، على غير التراب فهو يعمل في الماينر سكيلز. فهذه هي الطريقة التي يتم يعني وضع الألحان، و يعني هذا اللحن يعني ليس سيء وليس جيد، يجب يعني تغيير بعض النوتات من أماكنها لتعمل يعني بعض الليبس يعني وبعض المفاجآت يعني في وتضفي يعني لحن يعني رائع. أوكي هناك يعني طريقة أخرى، قلت في الأول يعني يمكنكم أن تعملوا لحن بدون معرفة يعني السكيلز وهذه الأشياء، فالدي دبليوز دائما ما يتواجد فيها ميدي إفكت اسمه هنا في الإبلوتون اسمه سكيل، في الدي اي دبليوز الآخرون يوجد نفس نوع الإفكت ولكن الاسم يعني يتغير. أوكي تعمل هنا هذا السكيل، فمثلا أريد اي ماينر يضعوا لي في الاي ماينر، فلأبحث عن الاي ماينر، هذه البريسيت ايوليان مود ناتشرال ماينر، لان الماينر الذي قمنا بعمله فهي فقط الناتشرال ماينر، هناك يعني شكلان اخرين من الماينر سوف اقوم بشرحهم في فيديوهات متقدمه. سوف اضع هذه البريسيت في السكيل. اوكي الان يمكننا عمل الميلودي يعني فقط الضغط عشوائيا في الميدي كنترولر ونجد ميلودي مثلا. كما لاحظتم يعني اضغط عشوائيا والنوتات يعني تدار لي يعني لحن يعني جيد، يمكنكم تسجيله ايضا بدون معرفة هذه الاشياء سكيلز واو، ولكن ضروري ان تعرفوها، لان اذا ما عملتم ميلودي يعني جيدة اذا اردتم المرور للبيس عمل البيس سوف تجدون صعوبة لانكم لم تفهموا ماذا قمتم به في السابق في الانسترومنت السابق. اوكي لهذا
ضروري ومهم جدا أن تعرفوا الميوزك ثيوري لكي تكملون المشروع يعني شكل جيد. وصلنا إلى نهاية الفيديو، كان معكم فلاغي، إلى فيديو قادم إن شاء الله، وداعا.